وزارة التربية والتعليم العالي بفضل الله عز وجل أنهت كافة استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام 2022. تم التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة ومن ضمنها وزارتي الداخلية والصحة. طبعا في البداية الوزارة أعدت كل ما يلزم داخل قاعات الامتحانات، وفرت كل اللوجستيات، قامت بتحديد المراقبين وكذلك المصححين في داخل مركزي التصحيح الموجودين في قطاع غزة. طبعا سيتقدم للامتحانات على مستوى الوطن أكثر من 87 ألف طالب وطالبة، وعلى مستوى قطاع غزة 38 ألف طالب وطالبة. في كل قاعة إن شاء الله سيكون هناك 20 طالب فقط لتوفير الجو المريح لأبنائنا الطلبة لتقديم الامتحانات إن شاء الله. سيكون هناك قاعات خاصة بالطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك سيكون هناك لجان للطلبة المرضى. كما قلت هناك تنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة. ستقوم وزارة الداخلية إن شاء الله بتأمين وصول أسئلة الامتحان إلى القاعات، وكذلك تأمين أوراق الإجابة لتصل إلى مراكز التصحيح. أيضا ستقوم بتأمين محيط قاعات الامتحان. أيضا وزارة الداخلية كان لها جهد مشكور فيما يتعلق بتوفير جو ملائم لأبنائنا الطلبة من خلال ما أصدرتهم من قرارات بمنع الاحتفالات، ويعني التسبب بضوضاء في المناطق السكنية التي يوجد، يعني أقصد لتوفير جو هادئ لأبنائنا الطلبة. وزارة الصحة أيضا وفرت نقاط طبية في لجان الامتحانات، هناك أطباء متخصصين وأيضا مرشدين نفسيين. كما تعلم يعني الأبناء الطلبة أحيانا يتعرضوا إلى نوع من ضغط وتوتر، فأحيانا يلزم أن يتم تقديم المشورة والمساعدة لهؤلاء الطلبة. إن شاء الله رب العالمين ستنطلق الامتحانات الأسبوع القادم بعد يعني أن تمت وزارة التربية والتعليم العالي وتحديدا الإخوة في الإدارة العامة للامتحانات قاموا بعقد لقاءات مع رؤساء القاعات وأيضا مع رؤساء مركزي التصحيح في كل من خان يونس وغزة.